عند المستشفى الحبوبي، يعني جاي تجينا الأهالي تشتكي بساحة الحبوبة إنه ماكو طبيب بهاي المستشفى. السلام عليكم. وفعلا مناشدة باسم الإنسانية، باسم الغيرة والوطن. إذا تشوفون هاي الحالة، يعني هسه احنا شلون نتصدى الوباء بحجم كورونا واحنا بهيج وضعي، طبيب ما اكو من صح. كان شنو هنا؟ وين؟ عاجل العالم يلا. ايه؟ اي وينكم؟ يلا عاجل العالم، هاي ليش جاي العالم كلها جاي تشتكي؟ يلا دورك تعال عاد. يلا احنا نكيف. ليش هيج وضعيتنا احنا؟ الدكتور عاجل العالم كلها جاي تشتكي، بس من انسانيه عم تعال تحركوا علينا، خلي يشوفونا صوره حل.